بسم الله. أول شي بنحضر القشطة، بننزل لتر حليب وبنشعل النار. أول ما يغلي الحليب بننزل عصير الليمون ونحركها شوي، وهيك بيكون فرط عنا الحليب. بنجيب طاسة والمصفاية وبنصفيها. بعدين بنحطها بمكان بارد، وهلا بنجهز الخليط الثاني. بننزل كمان حليب وبعدها النشا، بنحركهم على البارد كتير منيح، وبعدها بشغل النار وبنضل نحرك لبين ما يتقل عنا القوام. هذا هو القوام اللي بدي اياه، وبنزل عليها شوية من ماء الزهر. بنخلطها لآخر مرة، بننزلها بالطاسة وبنحط هاي كمان بمكان بارد. هون عندي ورق البقلاوة طالعها، وهلا بنقسمها لثلاث أقسام. وهذا الثالث، راح أفرد القسم الأول ونقسمهم لثلاث مربعات. الأول عنا هون المربع، وأنا راح أعمله بهالشكل. بندهن صحن الفرن بشوية سمنة، بنوزعهم بالصحن، بندهنهم كمان بالسمنة. بحط الصينية بالفرن من تحت على درجة حرارة 180. بعد نص ساعة تحمرت عندي الطبقة التحتانية، بنرجعها على الفرن وبنحطها من فوق، وهيك تحمرت عندنا الطبقة الفوقانية. هلا ما فينا نحشيها بالقشطة لأنه أول ما نلمسها من فوق رح تتكسر، لهيك بننزل عليها القطر. نستناهم ليرتاحوا شوي وبعدين نحشيهم بالقشطة. الخليط الثاني من القشطة صار جاهز، هلا بننزل عليه الخليط الأول. بنخلطهم مع بعض. وهيك القشطة بتكون جاهزة. افتح من جوا، وهاي هي الوربات بالقشطة.